للمزيد حول مشاركة مؤسسة حياة كريمة في قمة المناخ المنعقدة بشرم الشيخ ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة آية حسن، عضو مؤسسة حياة كريمة. برحب بك يا دكتورة آية. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك. يمكن احنا بنقول أنه المشروع القومي حياة كريمة هو نموذج للصمود المجتمعي تجاه التغيرات المناخية من خلال طبعا يعني البنية التحتية وتحسين الصرف الصحي، الكهرباء، المية وما إلى ذلك. إيه اللي احنا قدمناه في كوب 27؟ الحقيقة هو لتحضيرات الكوب 27 احنا كان عندنا نموذج نجاح في قرية فارس محافظة أسوان. قد إيه مؤسسات المجتمع المدني والوزارات كلها والأهالي تكاتفوا مع بعض علشان يقدموا نموذج النجاح ده، سواء كان وزارة التعليم العالي وإن الطلبة بتوعها على كافة المستويات ساعدوا معانا في معسكر تشجير، مؤسسات المجتمع المدني اللي قدمت ورش عمل للسيدات داخل القرية علشان إعادة التدوير واستغلال النفايات، نفس الوقت يعني نطلع بمخرج لمنتجات ممكن يتم استغلالها سياحياً، وكمان مجموعة من الوزارات زي التنمية المحلية والزراعة والبيئة اللي ساعدونا في تطوير المرسى بتاع قرية فارس علشان تحويلها لمقصد سياحي أو حاجة دعم للسياحة. والنتيجة لده يعني فارس كنموذج للقرية الخضراء هيتعمم إن شاء الله على مستوى الجمهورية في أكثر من 175 قرية. وكمان يعني أنا مش عارفة أقول لحضرتك قد إيه كان نموذج قرية فارس المتطوعين كانوا بيمارسوا دور فعال وقوي جدا وكافة الوزارات معانا. فالمخرج النهاردة إن الجلسة طلعت بمجموعة من التوصيات المهمة قوي زي ما قلت لحضرتك، سواء كان تعميم وتطبيق نموذج قرية فارس 175 قرية، كمان إطلاق مبادرة جذور علشان نعزز الوعي بالثقافة الخضراء سواء كان داخل المدارس، كده إحنا بنستهدف أكتر من شريحة أو فئة عمرية سواء كانت طلبة المدارس سواء كان طلبة الجامعات والأهالي ومؤسسات المجتمع المدني. طيب أستاذة آية، إحنا عندنا كمان مبادرة مهمة جدا وهي مبادرة حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية، يعني لو تشرحي لنا أكتر يعني تفاصيل هذه المبادرة يا دكتور. هي الحقيقة حياة كريمة بعد ما أثبتت نجاحها في معظم قرى الجمهورية ومعدلات التنفيذ وصلت خلاص احنا بنخلص مراحل، فالتجربة نفسها ناجحة وعايزين نعزز طبعا العلاقات الأفريقية ما بيننا وما بين مصر، فبالتالي احنا بنحاول ندعم الإخوة والأشقاء الأفارقة بالتجارب بتاعتنا، فزي ما عملنا قادرين ان احنا نعمل اكتر واكتر، زي ما عملنا في قرية فارس قادرين نعمل ونطبق الحاجات دي سواء كان تبطين ترع سواء كان اغلب المشروعات واغلب الحاجات اللي تتنفذ سواء كان مع منظمات المجتمع المدني مؤسسات المجتمع المدني او مع الوزارات. طيب اسهامات حياة كريمة في مجالات البيئة يا دكتور آية لو تكلمين عنها بالتفصيل حتى الآن، وهي طبعا اسهامات عديدة. اسهامات عديدة لو هنتكلم عن المشروعات الكبرى سواء كان الطاقة الشمسية أو تبطين الترع زي ما قلت لحضرتك، ونموذج قرية فارس كنموذج مصغرة وهيتم تعميمها على أكتر من قرية لأنها بيتم استغلال أولا يعني كقرية فيها بيئة زراعية بينتج عنها مخلفات كتير جدا بتؤدي للتلوث، وعدم استغلال المخلفات دي لما احنا نغيرها او نستخدم او نستغل المخلفات دي الزراعيه وننتج منها سماد عضوي مفيد للنبات ومش ضار للبيئه ومش ضار للانسان، احنا كده بنشتغل على الانسان وبنشتغل على المكان مع بعض. فبالتالي الحاجات دي يعني حاليا وبعد كده هتاثر في بيئه صحيه خضراء سليمه وكمان بتوفر فرص عمل في اقتصاد اخضر صحي. طيب دي نقطة مهمة جدا، قبل ما اسألك عن فرص العمل اللي تم توفيرها طبعا من خلال دعم طبعا البيئة ومشروعات الخضراء، عايزة اسأل حضرتك يعني حضرتك قلتي انه قرية فارس وحصولها على شهادة ترشيد للمجمعات الخضراء، صح كده؟ مظبوط يا فندم. طيب ايه العوامل أو إيه الجهود التي تبذل من أجل تحويل أي قرية
وتحصل على طبعا هذه الشهادة ان هي قرية صديقة للبيئة؟ وايه التحديات اللي ممكن تقابلكم علشان تقدروا ان انتوا تحققوا ده؟ هو في البداية احنا قبل ما نشتغل في قرية فارس قعدنا مع الاهالي. هو بمنتهى البساطة لو احنا طورنا مكان بدون رغبة او بدون جهود الاهالي معانا عمره ما هيستمر، فكنا لازم قبل ما ندخل ونطور المكان لازم نقعد معاهم نعرف ايه المشاكل اللي هم بيواجهوها في المجتمع بتاعهم كبيئة زراعية، وفي نفس الوقت نساعدهم في ايه وطلباتهم ايه. لقينا ان هم بيئة زراعية بينتجوا نبات زي النخيل، بينتج عنه مخلفات زراعية كتيرة، نبات النخيل نفسه بيعاني من بعض الأمراض، الحيوانات في البيئة الزراعية عندها بعض الأمراض وليهم شكاوي يعني كبيرة. فبالتالي أول حاجة عززنا الوعي، وعززنا الوعي بالنسبة لهم جبنا يعني مجموعة من دكاترة الجامعة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وجامعة أسوان، ادوهم محاضرات في الإرشاد نفسه يعني الاستهلاك وإزاي إن هم يعملوا ريسايكلينج سواء كان إعادة تدوير. بالضبط، إعادة تدوير على أكتر من فئة عمرية. جبنا لهم دكاترة بيطريين علشان يفهموهم ويعرفوهم إيه المشكلات ويواجهوها إزاي مع الثروة الحيوانية بتاعتهم. في نفس الوقت جبنا دكاترة برضو بيتكلموا ويتناقشوا معاهم في الأمراض اللي النباتات بتاعتهم بتعاني منها. فبالتالي كده إحنا سمعنا المجتمع عايز إيه، عرفنا إن هم محتاجين فرص عمل. الفئة العمرية أو الفئة اللي إحنا بنخاطبها هي الستات، إيه الحاجات اللي هم ممكن يقدروا يطلعوا منها حاجات جميلة؟ لقينا ان هم متميزين قوي في النخيل او مخلفات النخيل متواجده بكثره. جبنا مؤسسات مجتمع مدني شاطره وعرفت انها تسوق لنفسها، لان حضرتك عارفه طبعا اكيد حتى لو في منتجات بتخرج التسويق ده شيء مهم قوي. جبنا نماذج ناجحه علشان تعرفهم مش بس التكنيكس او ازاي يعملوا المنتج، لا ازاي كمان يسوقوه. وكمان في نفس الوقت ان احنا اتكلمنا مع الاهالي نفسهم بخصوص المخلفات العضويه او المخلفات الزراعيه اللي هتخرج، وفرنا لهم اله فرم علشان توفر سماد طبيعي. ده كده بيوفر كل اللي احنا بنتكلم فيه، دي مجموعه فرص عمل ويعني قايمه على تشغيل عدد اكبر من اهالي القريه. فهم لما يلاقوا نفسهم بيتم اشراك ولادهم وهم في توفير فرص عمل يعني عائد اقتصادي اكبر، يعني المجتمع بينتج، هم نفسهم بقوا يقفوا معانا في التشجير ويقفوا معانا في المعسكرات اللي كنا بنعملها. يعني احنا يعني الاستجابه كانت يعني جيده في توعيه الاهالي ورد فعلهم مع حضراتكم، خصوصا ان احنا كمان المتطوعين بتوعنا. حضرتك لما بتجيبي حد من خارج البيئه مش هيعرف يوصل للعقليه نفسها او يفهمها احنا محتاجين ايه، لكن بفضل يعني المتطوعين بتوعنا اللي هم اصلا من القريه ومن القرى اللي حواليها وصلوا للاهالي وعرفوا ان هم يخاطبوهم ازاي، عرفوا احتياجاتهم ايه ويوصلوا لهم المعلومه ويوصلوا لهم الحاجات والاحتياجات بتاعتهم بصوره كبيره وبصوره سريعه. كمان عرفنا ان النبات زي شجر الزيتون ما بيوصلش محافظه اسوان وكانت اول مره ندخله، فحتى معسكر التشجير مش نباتات يعني ظل او اي نوع من النباتات وبس، لا كمان حاولنا ان هي تكون فيها عدد اكبر من الاشجار المثمره علشان برضو ده يحقق ربح او عائد يعود على القريه وولادها. ده كانت يعني الاستجابه ما بين الاهالي مع المتطوعين مع مؤسسات المجتمع المدني وطبعا تحت مظله حياه كريمه بالتعاون مع عده وزارات. ده حقيقي كانت نموذج ناجح وان شاء الله هنعممه في اكتر من قريه. احنا في الحقيقه والله يا دكتور ايه وحضرتك بتكلميني وبتكلميني عن اسهامات حياه كريمه في كوب من خلال طبعا دعم المدن الريفيه في افريقيا او حتى من خلال اسهاماتها في التحول نحو الاخضر، فخورين بيكم بجد وبكل المجهود اللي بيبذل سواء هنا في مصر وفي تحسين جودة حياة الملايين من المصريين أو حتى التعامل مع الناس، التعامل مع العنصر البشري، لأنه حياة كريمة مش مجرد أن أنا بطور في الحجر، أنا كمان عندي العنصر البشري مهم جدا. فكل التوفيق لحضراتكم وفخورين بيكم واستمروا يعني في هذا الجهد الرائع. شكرا يا فندم. دكتورة آية حسن عضو مؤسسة حياة كريمة، شكرا لك.